السلام عليكم. عليكم السلام. مين جاي اخوي؟ جاي من البصره من القصر. ايش قد صار لك بالطريق؟ صار لي يومين. كنا من النجف وجينا اليوم. والله الدافع اللي خلانا نجي الامام ان شاء الله ويعجل فرجه ويسهل مخرجه. هذا وعجل الله فرجه وسلام مخرجه. الزمام المهدي اليوم ولاده. ولاده الامام المهدي. عجل الله فرجه. ولمناسبة هذه الزيارة عندك تهنئة كلمة بها نحن كل المسلمين إن شاء الله بها زيارة وشكرا. شكرا جزيلا. السلام عليكم. السلام عليكم. شو دسوا أخوي؟ نوزع ثوابات كل الأجر أبو عبد الله الحسين ونهني العالم الإسلام والأمة الإسلامية بولادة الإمام الحجة عجل الله فرجه وسهل مخرجه، وإن شاء الله الله يجعلنا وأجركم إن شاء الله يزيد أجركم وأجرنا وأجر الزوار، وإحنا بخدمة الزوار وبخدمة كل مؤمن. السلام عليكم. وعليكم السلام. مين جاي اخوي؟ والله من الحي من كوت من قضاء محافظة واسط. والله اليوم الخامس. شنو الدافع اللي خلاك خمسة ايام تجي معنا؟ والله مولد شعباني اجينا نزور الامام الحسين ولادة الامام المهدي. ولادة الامام. شو تقول عندك كلام تهنئ الناس؟ كلام تهنئ والله نهني الناس والعالم الاسلامي. السلام عليكم. عليكم السلام. ناحية قزانة القرية الاحمدية الامام قرز الدين. يا محافظة ديالة. ديالة صار لكم ايش قد بالطريق؟ من البارحة والله الحمد لله والشكر قرب الله واهل البيت والحسين عليه السلام. السلام عليكم. الله يساعدك عمي. اسعد الله ايامك وايامكم سعيده وكل عام وانتم بخير. الله يعزكم وعود عليكم بالافراح ان شاء الله. نهني العالم الاسلامي بهذه المناسبه العزيزه على قلوبنا الا وهي ذكرى ولاده الامام المهدي المنتظر عجل الله وروحي له الفداء. من جاي؟ أنا من بغداد. صار لك ايش قد بالطريق؟ والله أنا أربعة أيام قبل الأربعاء جيت قبل الزيارة والله. والحمد لله وشكر وصلنا بسلام وخير. شنو الدافع اللي خلاك تجي من بغداد؟ والله حبنا لأهل البيت سلام الله عليهم. تحب تهني من نهني الحجة عليه السلام المهدي عليه السلام وآل بيت الرسول كلهم 12 إمام المعصومين وبهذا اليوم مناسبة الحجة ولادة الحجة عليه السلام. شكرا. جاي نصرة للدين الإسلامي. وهذا المشي هو تعبر عن الأخلاق المسلم الحقيقي. نقدم أزكى آيات التهاني والتبريكات للرسول عليه الصلاة وآله وللإمام الحسين عليه الصلاة والسلام ولأمة الإسلام والمسلمين ولشيعة أمير المؤمنين سلام الله عليهم السلام. الزيارة الله يتقبل. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. السلام عليكم. مين جاي؟ من الديوانية. شنو الدافع اللي خلاك تجي من الديوانية؟ إيماننا بأهل البيت. أهني الإمام المنتظر بهذه بميلاده وأتمنى كل عام تتكرر الميلاد. شكرا. أشكرك. الله يساعدهم. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. اللهم الله. سنة بقناة الزهراء. شنو هاي المناسبة؟ هاي مناسبة نوجه بأحلى التبريكات والتهاني لمراجعنا العظام هاي جماعة الأطفال بيناتهم من رواتبهم يعني طلعوا قسم من رواتبهم على طول السنة ويسوون هاي المناسبة للزوار طعام كل مناسبة الأربعينية وعشرة محرم وكل المناسبات اللي تمر علينا وهاي مشاركة بس اللي أهل الأطفال وأهلا وسهلا بكم. مناسبة ولادة الإمام المهدي عجل الله فرجه نقوم أنه ترحيب الزائرين الكرام خدمة الزوار وخدمة الزوار بصورة عامة تقديم لهم شنو الدافع خلاك اللي تقدم الزوار؟ والله كمبدأ انه والدرس هذا الاساس انه تعلمنا من ثورة الامام الحسين عليه السلام انه انوال الامام الحسين للامام الحسين عجل انه الامام الحسين عليه السلام هو اساس للانسانية كلها فمو انه هذا سني وهذا شيعي وذاك للإنسانية عامة يعني بصورة عامة
فهذا منهجنا يعني مو من عندي يعني، هذا شيء احسن به وانا طفل لما كبرت. جينا مولدك مولاي المهدي، فرح ويا السرور على الوجه مبدي، رغم هذا الظلم والظلم علينا اليوم متعده وشعبانيه، ونحييها يا حسين بدم رقبنا شعبانيه، ونحييها يا حسين بدم شعبانيه، ونحييها يا حسين بدم شعبانيه، ونحييها ما همنا اهل تفجير ولا كلمة ارهابية، مشاي على درب حسين لان دنيانا مقضية، شيعة وعلى عهد باقي نحيي الشعبانية، ونحييها مولانا بدمنا، نحييها مولانا بدمنا. اشكركم اساعدك من يا محافظة جاي؟ محافظة البصرة. صار لك شقد بالطريق؟ لا والله اليوم جينا يعني مو الشاي بسيارة. شنو الدافع اللي خلاك تجي من البصرة؟ والله ضميري يعني ان شاء الله نسأل الله عز وجل فروج الإمام المهدي عجل الله فرجه، ونسأل الله عز وجل يعني لين القلوب ويستر على العراق يعني وأمانينا، وهاي فرحة يعني ما تتعوض، نسأل الله عز وجل يديم علينا. الله يسعدك. مين جاي أمين؟ السماء. والله جاي نعاهد الإمام الحج المنتظر بولادته المباركة، ونبارك العالم الإسلامي وكافة المسلمين بهذه المناسبة، ونعاهد الإمام على الولاية بهذه المناسبة. شكرا. السلام عليكم. قواهم الله. قواهم الله. من يا محافظة؟ محافظة النجف. صار لكم ايش قد الطريق؟ صار لنا يوميا شنو الدافع اللي خلاك تجي يوما؟ المبايعة للإمام المهدي، مبايعة للإمام المهدي، احياء شعائر، لان هذه الإمام المهدي هو موجود وحي يرزق، عرفت؟ ونحن نؤيده ونبايعه كل سنة وكل عام، نؤيد الإمام ونجي نعاهده، وامتداد لموالاتنا لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. نعوف كل أعمالنا وكل اسمه أنه إمامنا، هذا لازم نعاهده، ولازم أنه كل سنة نجي نعيده ونعاهده. هذا هو خسران، هو خسران اللي ما يتباوع واللي ما يخلي يشوف هذا الولاء، هذا الولاء المحمدي اللي ما ينقطع أصلا بهالحر هذا، وهال متحملينه كله على أنه حتى هالحرارة والعطش والصعوبة الطريق، صعوبة الطريق وصعوبة الجو وكلها، قاعد نجي الكربلة ونبايع ونوالي الإمام المهدي وضد الإرهابيين والتكفيريين إن شاء الله. باعتبار تعرف هذه القضية هي قضية الإمام سلام الله عليه، ومولد الإمام هو فرح للبشرية عامة، وبذلك ابتهاج الشيعة في هذا المولد الشريف هو ابتهاج لكافة العالم، لأن لا بد من يوم أن يسود العدل وأن يسود السلام بهذا القائد الهمام. هذا من باب طبعا، ولكن تعرف بأن الموالين والمحبين لهذا المولود العظيم الذي هو حي ويرزق ويرى كل شيء يدور من حوله ويعلم بما يدور في هذا العالم، إذن فنحن موالين للإمام سلام الله عليه، ونبايعه في ليلة النصف من شعبان، ونبارك الأمة الإسلامية. من محافظة البصرة، طريق حار اعتيادي، تعرف أنت يعني هو هناك معاناة بالطريق، ولكن قضية الإمام الحسين عليه السلام هي أرقى وأعلى من كل معاناة. شنو الدافع اللي خلاك تيجي 25 يوم بالطريق؟ هو تعرف بالنسبة للدافع، الدافع لأن نحن نؤمن بأصول الدين، وأصول الدين وهي التوحيد والعدل والنبوة والإمامة، إذن فإذا كانت الإمامة هي أحد أصول الدين، إذن هي قضية عقائدية، ونحن تعرف نحن ناس مسلمين ونؤمن بقضية الإمامة، والإمامة هي من أحد الأصول المهمة التي يكون الإنسان متمسك بها، إذن فالإمام سلام الله عليه هو أحد أصول الدين، فيجب التمسك به من هذا الباب. السلام عليكم. الله يسعدك. من يا محافظ جاي؟ إنسان كحلاء. شنو الدافع اللي خلاكم تجون؟ حب الحسين. صار لك قد بالطريق؟ بالطريق البارحة جينا الصبح بالأربعة. الله يسعدك. الله يتقبل. السلام عليكم عمي. من جاي عمي؟ من الديوانية. احنا نفخر بهالولادة هاي الشريفة، هالولادة الحلوة هاي، ولادة الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. نهني العالم الإسلامي بهذه المناسبة الكريمة والتي وهي ولادة الإمام الحجة، ونحن هنا بخدمة الزوار، زوار أبا عبد الله الحسين. بسم الله الرحمن الرحيم. نهني العالم الإسلامي بهذا المولد الشريف ولادة الإمام المهدي عجل الله فرجه، وإحنا قائمين بواجبنا بصورة صحيحة بخدمة الزوار أبا عبد الله. حق عسته وجلاله يقول ربنا سفينة الدنيا وأهل البيت، هم ربان السفينة، بيهم ينجلي وينزاح ريبنا إذا حبهم قلبنا بحسن نية. وحق عسته وجلاله أشوف ربنا إش قال، ما خالق سماء ولا أرض ويا جبال ولا ريح السرى ولا ماي، هي ولخاطر ذولة ولخاطر ذولة تكون هذا الكون تكون، ولخاطر ذولة ولخاطر ذولة ولخاطر ذولة تكون هذا الكون تكون، ولخاطر ذولة تكون هذا الكون تكون. اوه اسمع، ارجع ارجع اطر الفايلك، رحم الله والدك اسمعني يا ولد، خلوه امشي الحسين اسمعني، اطر الفايلك واتعنى لك حافي، يا الحبك جبير الساكن وفادي، هناه هناه يا المذبوح بالوادي، هناه هناه يا المذبوح بالوادي. الدنيا اختارت حيدر، اها الدنيا اختارت حيدر وحيدر ضواها، الدنيا اختارت حيدر، 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 الدنيا اختارت حيدر. اسمع اسمع يا ولد، وسع وسع حافظة البصرة. والله هن سيدتي وهم ولاتي فاطمة الزهراء، وأسأل فاطمة الزهراء وبحق فاطمة الزهراء بفرحتها هذه الليلة أن تفرحنا في العام الجديد، مناسبة الشعبانية ولادة الإمامي وسيدي ومولاي الإمام الحج المنتظر، مناسبة الإمام المهدي عجل الله فرجه. نهن فاطمة الزهراء عليه السلام وأمير المؤمنين والحسن والحسين. حافظة البصرة إن شاء الله. جاي نعهد نجد العهد لزيارة سيد مولاي الإمام المهدي سلام الله عليه، الولد في 15 من شعبان، ونجدد العهد والولاء في هذا اليوم وهالمناسبة العظيمة، ونجدد العهد لرسول الله سبحانه صلى الله عليه وسلم. المن تهنئ بهاي المناسبة؟ أهن الشعب العراقي أجمعا طبعا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. من يا محافظة حج؟ محافظة الناصرية سوق الشيوخ، إلى زيارة الإمام الحسين عليه السلام. يا مناسبة جيت الكربة مولد الحجة عجل الله فرج. عندك شي تقدم لنا يا أبو هالمناسبة؟ من سوق الشيوخ لحضرتك عانين، يا ابن سيد الرسالة ويا عمود الدين، بيوم الحشر تحشر تحضر شيعتك يا حسين، وما نارت لوحيل طبل الحضرة وزارك، ما نارت لوحيل طبل سم سم خلى العسل عباس براق، سم خلى العسل عباس براق، دشر للمشرع والسيف براق، شال الشط وطق الراق براق، وشال القاع ذبها على المي بويا، بيوم القنطر العباس خلى جموح الشار، طلع للحوت الشكر من نشبع من الكفار، قال اشكر يا ابن حيدر على هذا الموقف اللي صار، او جيل بجيل يذكرون الموقف ما يتوصف، جيل بجيل يذكرون الموقف ما يتوصف، جيل بجيل يذكرون الموقف ما يتوصف.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بيا مناسبة تقدمون هاي الخدمات للزوار؟ بهاي المناسبة بسم الله الرحمن الرحيم، ألف الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. نهنئ العالم الإسلامي بولادة الحجة عجل الله فرجه والأمة الإسلامية بهذا اليوم الميمون. وإحنا كل سنة يعني بهذا اليوم نحيي ذكرى الحجة عجل الله فرجه. خدمات اللي نقدمها للزوار الشاي والطعام والشربت وكل ما يستلزم الزائر. لا استراحة مثل الصبح للظهر، من الظهر نستراح للعصر لليل. اليوم هاي هي يوم عظيم، هو ف الخدمات تصير أكثر من زخم الزوار علينا إلى مدينة كربلاء. فنجهد أمكاننا نظل نخدم الزوار، وإحنا في خدمة الزوار من يوم ولادة الحسين سلام الله عليه وأخي العباس وعلي والسجاد وإلى هذا يومنا. السلام عليكم. عليكم السلام. عيني ورحمة الله. زائر لما خدمة هذا المكان؟ زائر. من يوم محافظة جاء؟ بغداد. بيا مناسبة جيت المحافظة كربلاء؟ مناسبة الزيارة شعبانية. المهم تهنئ بهاي المناسبة. نهنئ الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه والرسول صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم حج. السلام. من يوم محافظة حج؟ من البصرة. ليش جاي كربلاء؟ جاي للزيارة المولد الإمام عجل الله فرجه وسرع مخرجه. المهم تهنئ بهاي المناسبة. أتهنى للحسين أبا عبد الله ولأبوه العلي بن أبي طالب لأهل البيت كلهم. محافظة القادسية ولا جاي تهمنا بولادة الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه. المهم تهنئ بهاي المناسبة. وهنئ العالم الإسلامي وهنئ الشعب العراقي، وإن شاء الله التطور ومزيد من الإنجازات للشعب العراقي. صادق عبد الرضا، صادق عبد الرضا عودي من نهال الناصرية، يجل حضورنا مركز مفقودين أخوك بالانتظار. كريم رمش، كريم رمش من نهال الشعر، يجل حضورنا مركز مفقودين زوجتك بالانتظار. سالم جميل، سالم جميل من نهال الزبير، يجل حضورنا مركز مفقودين الأهل بالانتظار. عقيل ياسين، عقيل ياسين من نهال الرميس، يجل حضورنا مركز مفقودين الأهل بالانتظار. علاء هربود، علاء هربود من نهال الكوفة، يجل حضورنا مركز مفقودين الأهل بالانتظار. رعد من نهال حي النصر، يجل حضورنا مركز مفقودين الأهل بالانتظار. ضياء عامر حسن، ضياء عامر حسن من نهال الحر، يرجى الحضور لمركز مفقودين الأهل بالانتظار. عقيل سعدون، عقيل سعدون من نهال الشومل، يرجى الحضور لمركز مفقودين الأهل بالانتظار. هنية عبروب، هنية عبروب من نهال سيد محمد من نهال المدينة، ترجو لمركز مفقودين الأهل بالانتظار. غير حسين عبد، غير حسين عبد من نهال القاسم، يرجى الحضور لمركز مفقودين الأهل بالانتظار. وسام رحيم، وسام رحيم من نهال النهروان، يرجى الحضور لمركز مفقودين الأهل بالانتظار. حصل على قصر المفقود حسن تيم، حصل على قصر المفقود حسن تيم عبد الجليل، الأهل العمر 11 سنة. على أجل المراجعة عبد المفقودين I'm not a
الحسين، عثر على الطبيب المرتضى كمال عبد الحسين من نهاية الكود الهورة على الهو ذوي التوجه إلى مركز مفقودين الاستلامية. جفت ينابيع الوصف من طلعتك خجلانة، جفت ينابيع الوصف من طلعتك خجلانة، ومن هيبتك غاص الشعر وتلبد بأوزانة. يا المهدي يا المهدي بالخمسة البشر يستنجد بتبيانه، شم ونظر سمع ولمس والخامسة بلسانه، ونورك استعصع للخمس وإعجازك بعصيانه. صور البارب مولدك شمس وقمر سبحانه، صور البارب مولدك شمس وقمر سبحانه، واربطعش نور ازهرا منك بسر عرفانه، وبأمر رب المكرمة مالك خمد نيرانه، ورضوان بجفوف الفرح فتح بواب جنانه، وتهاوت املاك العرش متنومسه ونشوانه، وكل طاهر اليوم ابتشر بيك بوهج وجدانه، وقلب الزكية لو فرح وانهدم طود احزانه، يحرم على الشيعة الحزن وام الحسن فرحانه. متى يا ابن الصميدة تخورس الشمات وسهام الشمات اليوم ما تنعد، خوارج والسياسة والوقت والعوز ومحادر شتات وغفلة وملاكد، متى تقصقص لحاية استانساها بليس، وكم بليس لبزيغ اللحم البد لحاية شلبها تعالفاينة، وتريد نار الغيظ بين الأمة تتواقد لحاية مصهينة، وتطلب الشيعة بثار وصارت بالعلن يا المهدي تتوعد، انصبت لينا شركها وطيحتنا وحيف طحنا وضيعينا السكة والمقصد، فن عمره وجمعنا المصطفى على الطيب شجانا وعلى المامش صرنا نتباعد، ومن يوم الغرب متوحد عليك يا أمة محمد يمتى تتوحد.